مرحبا بكم في فيديو جديد حيث نستكشف حقائق مثيرة عن واحد من أكثر الثعابين شهرة وإثارة للرهبة في العالم، ثعبان الكوبرا. هذا الثعبان له مكانة خاصة في الثقافات المختلفة ويعرف بقدراته الفريدة وسمه القوي. فلنتعرف معا على عالم الكوبرا ونكشف الحقائق والأسرار وراء هذا الكائن المدهش. ثعبان الكوبرا يعتبر من أكبر الأفاعي السامة في العالم، يمكن أن يصل طوله إلى 5 أمتار ويزن حتى 6 كيلوغرامات. الكوبرا توجد في المناطق الاستوائية والشبه استوائية في جنوب شرق آسيا وبعض الأجزاء من الهند. هذا الثعبان يتمتع بقدرة استثنائية على النظر في الظلام، مما يجعله صياداً فعالاً. يعتبر ثعبان الكوبرا دائماً على استعداد للهجوم إذا شعر بالتهديد، ويمكنه حقن السم بكميات قاتلة. لدى الكوبرا القدرة على حقن السم، يمكن أن يقتل الفيل الآسيوي بكامل حجمه في أقل من 3 ساعات. يعتبر ثعبان الكوبرا أكثر الأفاعي السامة سمية، حيث يمكن لقطرة واحدة من سمه أن تقتل 20 شخصاً. واحدة من الحقائق المدهشة أيضاً هي أن الكوبرا لديها قدرة على البقاء تحت الماء لفترة تصل إلى 20 دقيقة. تتميز الكوبرا بأنها من الأفاعي القليلة التي تبني أعشاشاً لبيضها وتقوم بحمايته حتى يفقس. هذا الثعبان يعتبر من الأفاعي القليلة التي تتغذى على الأفاعي الأخرى. يمكن لثعبان الكوبرا أن يرفع 2/3 جسمه وينظر في عيون الإنسان دون أن يتحرك. تنتج الكوبرا العديد من الأصوات المخيفة في محاولة لتحذير الأعداء وأبعادهم. يمكن للكوبرا أن تعيش لمدة تصل إلى 20 عاماً في البرية. هذا الثعبان لديه قدرة عجيبة على التعافي من الجروح بسرعة. قد تغير الكوبرا جلدها كل شهر في الظروف الطبيعية. الكوبرا لديها قدرة مدهشة على التكيف مع مجموعة واسعة من البيئات. لدى هذا الثعبان معدة قادرة على هضم فرائسه بالكامل، بما في ذلك العظام والأظافر. ثعبان الكوبرا يمتلك غدد سمية قوية تتجدد بانتظام. يتميز الكوبرا بأن الأنثى تضع بين 20 و50 بيضة في المرة الواحدة. لقد انتهينا اليوم من رحلتنا في عالم ثعبان الكوبرا، حيث استكشفنا مختلف الجوانب التي تجعل هذا الثعبان موضوعاً فريداً ومثيراً للاهتمام. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الاستكشاف واكتسبتم معلومات جديدة. شكراً لمتابعتكم، ولا تنسوا مشاركتنا بتعليقاتكم ومشاركة الفيديو لنشر المعرفة.